تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر برقام التواصل ويانا، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صباحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بداية برمجنا نبارك لدولة الكويت الحبيبة وللشعب الكويتي العيد الوطني الكويتي. إن شاء الله الله يديم الأمن والسلام والمحبة إن شاء الله، وإن شاء الله يكون عيد سعيد خلال هذه الفترة إن شاء الله، وينعاد على الجميع بكل خير وسلامة وصحة وسعادة كذلك. مستمعينا نرجع لفقرتنا لليوم، نبداها فقرة السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحك الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتور عليكم. ويانا الله يحييك. أول شيء أحب أبارك لدولة الكويت وشعب الكويت حكومة لبنان باليوم الوطني، رب يديم عليهم نعمة الأمن والأمان يا رب إن شاء الله، ونتمنى لهم يوم مميز وعام مميز وحياة مميزة إن شاء الله. نأخذ بعض الجولة الأشياء صار في قنوات التواصل الاجتماعي. نحن نأكد على موضوع أن تحري الدقة المعلومات في كل الأشياء اللي قاعدة تصير من المصادر الرسمية، لأن وايد أشياء قاعدة تطلع، يعني ونتمنى من كل شخص في كل دولة ياخذ المعلومات من مصادر الرسمية، خصوصا إذا كانت هذه المصادر كلها قاعدة تتكلم بكل شفافية، فأيضا يسألون وأيضا برد عليهم. هذا موضوع صحيح، وهي النقطة جدا مهمة، والمشكلة الناس تركز على الأشياء اللي مرات أو أنها تصدق أشياء اللي تكون غير صحيحة أو مصدرها يكون ما موثوق فيه، يعني وهاي اللي تنتشر أسرع. وتذكر في قنوات التواصل الاجتماعي سهل الواحد يعني ياخذ جزء من الحقيقة، يعني صحيح في الحقيقة كاملة أصلاً تطلع، فالجزء اللي يظهر يغير المعنى كامل. فنحن دائماً نأكد على خذ المعلومات من المصادر الرسمية أو المصادر الصحيحة. صحيح. بعض الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، أمس كان معالي حميد القطامي افتتح مؤتمر الدولي السابع لطب العائلة، وهو يستمر حتى يوم غد 26 فبراير. أيضاً نحن نحب ندعو الجميع أن يستفيدون من الورش اللي قاعدين نسويها في مركز الابتكار الصحي الموجود خلف مستشفى راشد. الجدول موجود في قنوات التواصل الاجتماعي، ممكن يستفيدون من الورش، تتكلم عن الذكاء الاصطناعي، عن حاضنات الأفكار الابتكارية وشركات الناشئة. ففي وايد ورش مهمة موجودة في مركز الابتكار الصحي، وأيضا عندنا منصة في أبراج الإمارات موجودة في آخر ابتكارات اللي طبقها وتم تطبيقها في الصحة، الزراعة الروبوتي، العلاج أو العمليات عن طريق جهاز الملاحة. فهي وايد أشياء الواحد ما يتخيل إنها أصلا يعني تركب في القطاع الطبي، والله ما قلت أنت شراسد ما شاء الله يعني. أيضا نحن يعني كنت سعداء أمس كان في فيديو منتشر في قنوات التواصل الاجتماعي عن أحد المتعاملين يعبر عن سعادته بحصوله على شهادة الولادة لبنته، وهي هاي خدمة جديدة أطلقتها هيئة الصحة مؤخرا في صحة العرب.
اسم الخدمة الحمد إنه هي ممكن إصدار شهادة المواليد في أي مكان، في مراكز، في مستشفيات الصحة ومراكز يقدرون ياخذون الشهادة في نفس الوقت وبسرعة وبوقت سريع، وما يحتاج إنه ينتظرون أو إنه يعني موجودة متوفرة في كل مكان حد يقدر ياخذها. فكان ممتاز. يعبر عن سعادته، ونحن أيضا يعني وايد فرحنا لما وصلنا الفيديو ونشرناه في قنوات التواصل الاجتماعي، فاللي يبغى يشوف الفيديو يدخل حسابنا. ها شيء جميل، واحد تعرفين يعني معاملته أو أوراقه الرسمية تخلص في يعني في زمن قياسي وفي أي مكان. والله دكتورة السعادة اللي كان فيها صحيح، يعني شفت كان الفيديو ما القلب. شاء الله. ونختمها دحين دائما نشجع الأشخاص اللي شفتوا شيء حلو اشكرهم، لأن اللي يشتغلون على هالخدمات بيتحفزون يقدمون الأفضل والأحسن. دائما الطاقة إيجابية حلوة، نحن مو ضد الشكاوي، طبعا الشكاوي تخلينا نشوف النقاط الخطأ، لكن أيضا الرسائل الإيجابية تخلي الموظفين يشتغلون يعني يحسون بطاقة أكبر إن بقدم أكثر. صحيح. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول، لو كنا تكلمنا عن الإيجابيات، رسالتنا الصباحية تتكلم عن صاحب الشخصيات الإيجابية التي تجعلك تنظر إلى الحياة بمنظور مختلف، فنحن انعكاس لمن نصاحب. منو ربعك؟ إذا كلهم نفسية أنت نفسية وياهم باي ديفولت، فيعني تشوفوا منو اللي حولك صحيح، وايد يأثر ويعكس. ودودو صحة سعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعين، كانت هذه فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا. ننتقل لفقرتنا الثانية، وطبعا مثل ما عودناكم فقرتنا الثانية هي الفقرة التوعوية. اليوم موضوعنا كذلك جدا مهم، بنتكلم عن عادات غذائية خاطئة عند كبار السن، وكيف نحل هذه يعني بخصوص هذه العادات الغذائية ونصححها. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، الأستاذة فاطمة الخروصي. صباح شباب الخير استاذة فاطمة. هلا حبيبتي، الله يصبح في النور السرور. حياك الله ويانا. اهلا فيك حبيبتي، الله يحييك. نقطة جدا مهمة، واكيد يلاحظها اي يعني اي شخص عنده كبير في السن موجود وياه في البيت، يعني خاصة بخصوص تغذية كبار السن. اي طبعا، احنا كنا عارفين ان تغذية كبار السن تغذية مهمة جدا، خاصة اذا كانت التغذية صحيحة ومتوازنة، لأن عند تقدم السن يصير يعني عدة تغيرات في تركيبة الجسم. صحيح. حتى الشخص نفسه يعني نفسيته تتغير من ناحية أكله، طبيعة أكله، الانخفاض في الكتلة العضلية عنده تبتدي تقل، ارتفاع نسبة الدهون دائما تكون موجودة، فإحنا ننسى هذا الموضوع، فيضطر الناس تركز على أنواع معينة مثلا من كبار اللي في العمر، يقول إحنا عندنا بعض الأخطاء تصير، مثلا يركزون على كميات كبيرة من الكربوهيدرات وغير محسوبة، وهم ما يعرفون في النهاية أنها مع تقدم السن يكون مثلا عنده فقدان ما بين 1-2% من كتلة العضل، فمعناته أنه مش محتاج كميات كبيرة من الكربوهيدرات أو الطاقة اللي هي تعوض الفاقد، فمحتاج من ناحية السعرات الحرارية أقل تقريبا ما بين 50-60 سعر حراري عن احتياجه السابق لو كان هو شباب. الأخطاء الثانية اللي دائما نلاحظها عند كبار السن هو أنه يتعودون في فترة الشباب على أطعمة معينة مثل الأطعمة المقلية، إضافة يعني إضافة أطعمة دسمة في أكلهم لأنهم تعودوا عليها وعايشين عليها، بس ينسون أنهم بعد هاي فترة من الزمن ممكن جسمهم يتعرض لأمراض اللي هو ارتفاع الكوليسترول، أمراض القلب. رفضهم دائما لممارسة الرياضة بحكم أنهم كبار في العمر وصعب أنهم يمارسون أي نوع من الرياضة لأنهم خايفين من السقوط المفاجئ، خايفين أنهم ما يقدرون يعني يمارسون هاي الرياضة أو بأي طريقة من في النهاية بحكم كبر العمر، لكن هم لو لاحظوا أن أصلا الحركة تعتمد على طبيعة الشخص نفسه، على الرياضة اللي هو حاملها وعلى طبيعته في أي رياضة ممكن هو يمارسها. صحيح. لأن لو كان يسوي هاي الرياضة لو بشكل منتظم وبسيطة هاي تغنيه عن أي ثاني، وإحنا نعطي رياضات بسيطة داخل البيت مثلا يعني يحاول أنه يحضر وجبته نفسه، يحاول يحضر أشياء معينة هو حابها، يمارس أي مهارة كان عنده في البيت، هاي كحركة يتخليه يغير من الروتين حتى صحيح. يتغير. صحيح. أيضا من الأخطاء الثانية طلبهم دائما للمكملات الغذائية بحكم أنهم كبار في العمر محتاجين تقوية لجسمهم، والمكملات الغذائية نقصد بها المنتجات الجاهزة اللي ممكن ياخذون عن طريق أخصائي التغذية أو عن طريق أي شركات
فيها مكملات غذائية تحتوي يعني سهلة، فيها بروتين كربوهيدرات ومعادن، وتكون سهلة الشرب. وإحنا هذا بنرفضها تماما دام الشخص على وزن مثالي، إنه مش محتاج وعنده يتبع نظام غذائي متوازن، نرفض إنه نعطي لهم هاي المكملات مش محتاجينها. بس الشيء الوحيد المفروض يركزون عليها إذا هم خايفين أن يكون عندهم نقص في أي من المغذيات، إنهم يركزون على الفحص الدوري اللي يصير للطبيب عشان يقدرون يعرفون ويميزون شو العناصر اللي هم ناقصه عندهم من معادن وفيتامينات، يقدرون يعوضونها. بالتالي الطبيب نفسه هو حولهم علينا كأخصائيين تغذيه، واحنا نحاول نوجههم للاطعمه اللي فيها نقص في مغذيات معينه او في معادن معينه. صحيح. ايضا قله شربهم لحجه ان الجو الحين، خاصه الحين الجو بارد، كل حد يجيني يقول الجو بارد، او ان مثلا ما شا وقت، او ان انا انسى، انه في بعض الكبار في العمر عندهم هو نسيان المبكر او ممكن يكون زهايمر، فما يعرفون هم كلوا ولا ما كلوا الحين، او شربوا المي ولا ما شربوا، فما يقدرون يركزون وياه. في هالحاله الانسان اللي هو يكون معاهم سواء كان اولادهم او مثلا كير جيفر او المساعدين لهم في البيت، يحاولون يخلون المشروبات في كذا مكان في البيت، مثلا جزء في الصاله، جزء في غرفه النوم، جزء في مثلا المطبخ، حيث تكون في متناول الشخص نفسه، لانه ما بيضره. ويحتاج تقريبا الشخص ما بين لتر لتر ونص اليوم اللي هم الكبار في العمر. ايضا استخدامهم لرقائق البطاطس الشيبس اللي احنا نقصدها من التكاكين، هاي الشيبس والاشياء هاي اللي ياخذونها احيانا الاطفال، بحكم ان هي سهله وتذوب بسرعه، وهاي احنا نقول جدا خطره لان فيها تركيزات عاليه من الدهون، تركيزات عاليه من الاملاح، وهاي ممكن تسبب لهم بالعكس لاصابات ثانيه مثل السكتات الدماغيه، ممكن تعرضون لمشاكل الامراض السرطانيه اللي هو مشاكل الجهاز الهضمي، احنا نقول فيها الامساك او الاسهال، لان هاي الاشياء كلها عباره عن مواد صناعيه وجسمهم ما يتحمل هضم هاي المواد. الاخطاء الثانيه والاخير هو متقدم في العمر يحاولون يتجنبون الطعام، خايفين من ياكلون الاكل بحجه انهم احنا ما بناكل ما نشتهي، او انا اكلت وهو يكون ناسي اكلها، او مثلا بسبب مشاكل مثلا في الفم، مثل عندهم تركيبه اسنان معينه صناعيه عندهم خايفينها تطيح، او مثلا ما عندهم اسنان متساقطه عندهم الاسنان، او التهابات في اللثه، فلازم تعالج هاي الاشياء كلها عشان الشخص يقدر ياكلها. في هالحاله احنا دائما ننصحهم ان الاكل يكون لين ويكون سوائل اكثر فيه، على اساس انه يقدر ياخذ المواد المهمه او الغذائيه. في النهايه احنا عندنا بعض الارشادات وعشان تحسين السلوك الغذائي عند كبار السن، نقول لهم دائما قللوا من الاطعمه الدهنيه، حتى لو كان السمن انا متعود عليه فتره طويله، او الزبده متعود عليها انا فتره طويله، هذاك مرحله الشباب كنت اتحرك، حاليا انا ما اتحرك، راح نقنعهم بهالطريقه ان احنا حاليا انا ما اتحرك، حاليا جسمي ان بسرعه يخزن هذه الدهون، فبالتالي ممكن يكون عنده قناعه انه يقلل منها، وتعويضها طبعا بزيوت ثانيه صحيه. صحيح. تناول كميات كبيره من الالياف خاصه الموجوده في احنا نقصد فيها الخبز الاسمر، الحبوب الكامله، البقوليات، ممكن ياخذها حتى من الالياف اللي هو الفواكه والخضروات اللي تمد بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده، ونقصد فيها مضادات الاكسده خاصه الفيتامينات والمعادن لان عشان ترفع مناعته، لان تعرفين انت الناس بهم يعني كبار في العمر دائما معرضين للفيروسات، للفيروسات اكثر عشان أيوة. المناعه تزيد اكثر عندهم. ايوه. وبعدين شربهم للماء، القهوه والشاي كميات كبيره، هاي احنا دائما ننصحهم يقللون منها قد ما يقدرون، لان على نهايه الليل دائما يشتكون عندهم حدوث الارق وعدم النوم، واحيانا بعد يمكن بعض يعني كبار العمر يعني يلاحظون ان عندهم لين في العظام، مشاكل العظام بكثره. صحيح. في النهايه والاخير تناول وجبات خفيفه، عكسنا احنا تماما كشباب، يعني تناول ما بين 5 وجبات ل6 وجبات خفيفه افضل، عشان تتجنبون عسر الهضم، لأن دائما يشتكون بعسر الهضم والحموضه. فاحنا دائما نقول لهم وجبات تكون خفيفه عشان وتكون سهله الهضم، ما تكون جامده باللحوم الحمراء، وتعتمد على البروتين الموجود في الاسماك بشكل عام، لان فيها اوميجا 3 فيها دهون طبيعيه تساعد على تنزيل الكوليسترول، لانهم دائما معرضين للكوليسترول. ايضا تجنب الاطعمه السريعه والمعلبات، لانها هاي كلها فيها نسبه عاليه من الاملاح وعاليه من الدهون. شكرا. شكرا للأستاذة فاطمة الخروص، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدوي. شكرا لك. مستمعين الله يحييك يعني. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا وتكلمنا عن عادات غذائية خاطئة عند كبار السن وكيفية حلها. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم مواضيع ثانية، خلكم ويانا. صحة وسعادة
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6-0055-1414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. بنتكلم الحين في فقراتنا عن مركز سالم الذكي. دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي يوم الخميس الماضي مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابع لهيئة الصحة بدبي في منطقة سيتي ووك، وهو المركز الأول والأحدث من نوعه عالميا والمزود بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما فيها الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت وإنترنت الأشياء. وللحديث عن هذا المركز المتميز يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة ميساء البستاني مدير إدارة اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير أستاذة ميساء. صباح النور والسرور. حي دكتورة. الحمد لله، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك، الله يسلمك. نبارك لكم في البداية تدشين مركز سالم الذكي. الله يبارك فيك. والمركز يعتبر إضافة جديدة لخدمات هيئة الصحة في دبي، وبإذن الله بيعكس الواجهة الحضارية الجميلة لحكومة دبي إن شاء الله. أستاذ ميسا، حابين نتحدث أكثر وتعطينا فكرة عامة عن المركز. طبعا هو المركز مزود بتقنيات الجيل الرابع والذكاء الاصطناعي والروبوتات وانترنت الاشياء مثل ما تفضلتي دكتوره. نعم. واختصر رحله الفحص الطبي واصدار الاقامه من 28 ساعه الى 30 دقيقه. ممتاز. المركز كمرحله اولى قلنا بنستقبل فيه خدمات كبار شخصيات والمشاهير رجال الاعمال والمستثمرين واصحاب الاقامه الذهبيه. على أساس في المرحلة الأولى بنشوف مدى الإقبال على هاي الخدمة ومدى استيعاب المتعاملين للخدمة الذاتية، لأن الخدمة لا يوجد فيها تدخل بشري أو أن التدخل البشري يكون في يعني أدنى الحدود. نعم. طبعا هذا المركز هو مواكب للتحولات الذكية اللي هي تشهدها الدولة، اللي من ضمنها مئوية الإمارات 2071 وخطة دبي 2021، اللي نسعى في جعل دبي المدينة الأذكى عالميا. وهي طبعا يعني أن هيئة الصحة تسعى وتهدف لتوفير أفضل أنظمة الرعاية الصحية المبتكرة لتعزيز جودة الحياة ورفع سعادة المتعاملين. مركز سالم الذكي يعتبر نقلة نوعية. نعم. نحن هنا في المركز نبحث عن رفاهية المتعامل اللي هي تتعدى سعادة المتعامل. ممتاز. خلال رحلة المتعامل وتقليل المدة الزمنية لاستخراج ملصق الإقامة مرورا بالخدمات الذكية اللي موجودة في المركز. ممتاز. المركز فيه 5 روبوتات، كل حد منهم عنده مهام وظيفية. نعم. بدءا من الاستقطاب الى حسن الضيافه وغيره. المتعامل يوم بيدخل المركز بيوقف في المنصه الذكيه، روحه بيخلص كل الاجراءات المتعلقه بتقديم الطلب واختيار الباقه اللي هي مدمجه ما بيننا وما بين الاداره العامه للاقامه وشؤون الاجانب. نعم. مرورا بالدفع عن طريق القنوات الذكيه. وطبعا المركز لانه ذكي فما في اوراق او ما في تعريف عن طريق الاشخاص العاملين، ولكن عن طريق اخذ بصمه العين وبصمه الوجه من خلال المنصه الذكيه مرورا بكل المركز. يعني يتم التعريف اللي هو التعريف الامني. نعم. الشخص اللي بياخذ الخدمه في كل النقاط من خلال بصمه العين وبصمه الوجه اللي هو بيسجلها عند منصه التسجيل. ممتاز. الاجواء مميزه في المركز لأن تعطيك أجواء مستقبلية من خلال الانتيريور ومن خلال الديكورات الداخلية. استخدمنا الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الأشعة بدون تدخل طبيب، وهذا المشروع احنا أطلقناه في 2018 في أسبوع الابتكار، وأطلقه بعد سمو الشيخ حمدان ولي العهد في هذاك الأسبوع. وحاليا احنا حاطين كل الأشياء اللي وعدنا فيها إلى أرض الواقع. ممتاز. وهذه كلها تعكس يعني عدم يعني يعني التطور اللي يعني قاعد يصير يوم بعد يوم، يعني أن يعني في دقائق الواحد بتطلع نتيجة تحاليله، بتطلع الفيزا بتتجدد له، يعني أشياء كثيرة وفي نفس الوقت في بيئة مريحة. بالضبط. نحن دكتورة تعدينا مرحلة إصدار النتيجة
يعني خلاص استوت عملية إصدار النتيجة، هي عبارة عن نوتيفيكيشن ما بين الأنظمة، اللي هو هدف المركز اللي هو إصدار ملصق الإقامة على الجواز. يعني خلاص إحنا تعدينا مرحلة إصدار النتيجة، إصدار النتيجة في المراكز التقليدية، ولكن هو عقب لازم يصير أقرب مركز للإقامة وشؤون الأجانب اللي يحصل ملصق الجواز. حاليا نحن في المركز نفسه الرحلة تستكمل بخروج الشخص المعني بالملصق على جواز السفر، بالإضافة إلى عندنا خدمة الصحة المهنية تتم في يعني نطاق جديد بدون تدخل ممرضة، بدون أخذ الإشارات الحيوية بالأجهزة التقليدية. نحن نسوي كبسولة متكاملة مع شاشات تعريفية، إن الشخص اللي بيجلس فيها بيكون في انتر اكشن ما بينه وما بين الشاشة الذكية، هي بتخبره بالضبط هو شو يسوي على أساس العلامات الحيوية أو النتائج تصير مباشرة إلى غرفة الطبيب. إذا كان في حاجة إن الطبيب يشوف هذا المراجع أثناء العلم المؤشرات اللي بتطلع من الكبسولة بيستدعيه، أذروايز هو بيخلص الإجراءات وبيحصل على نتيجة الفحوصات اللازمة للوظيفة التخصصية وبيروح. ممتاز. يعني فهي العملية كلها يعني هي عملية استخدام كل الخدمات المبتكرة وإنترنت الأشياء وكل التقنيات الحديثة والجيل الرابع في هذا المركز، ممتاز. ويعتبر مركز نموذجي. أستاذة ميسة، كيف الواحد يعني يستفيد من خدمات هذه المركز؟ يعني من آلية التسجيل يتوجه ده يعني على طول على المركز وينعمل لها مباشرة الأشياء؟ مباشرة يتوجه إلى المركز مباشرة، في دي الهوية، نعم. بطاقة الائتمان اللي بيستخدمها لقنوات الدفع، أو الهوية الوطنية. ممتاز. يعني هم يعني بيروح يعني ووك إن بالأشياء المتاحة عنده لاستخدامها للخدمة. ممتاز. وتكون طبعا هذا المركز مثل ما تفضلتي قلتي يعني عزز رحلة المتعامل، صحيح. واحنا بعد عززنا استخدام التقنيات الحديثة، ومن ضمنها عندنا الفوق جلاس يعني لتعزيز الخصوصية، انه يوم بيدخل غرفة الفحص لإعطاء عينة الدم، واللي تتم بعد عن طريق نطاق جديد جدا اللي هي سحب الدم بدون وخزة الإبرة، ولكن بتقنية حديثة ما فيها ألم وما فيها إبرة. استخدام الروبوت اللي يودي العينات إلى مختبر الفحص نعم. بطريقة أمنية، يعني إنه يحط الشخص المعني بأخذ العينة يحطها في هذا الروبوت ويحط عليها كود على أساس إن هي تغلق لين هذا الروبوت يغلق. استخدمنا فيها وايد تقنيات حديثة وروبوت، إنه غيرنا من الجو العام لهذه الرحلة، بالإضافة إلى صحيح. أكثر اللي هو نظام التحدث مع التقنيات اللي موجودة لإعطائها تعليمات للاستخدام في الجو العام للمركز. ممتاز، خاصة أن دخل فيها الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت وإنترنت الأشياء، هذه بتزيد الإنتاجية كذلك وبتقلل من ناحية الأخطاء سواء الطبية أو الأخطاء التقنية. واستخدام التقنيات والاستغناء عن العنصر البشري اللي هو ممكن يكون يعني مثل ما تقولي يكون في بعض الكليريكال ميستيكس. يعني في النهاية تعرفين أنت يوم بتوجهين التقنيات يكون أحيانا نسبة الخطأ جدا أقل من خطأ. استخدام العنصر البشري، خاصة في المراكز الذكية جدا. طبعا صحيح هذا يعتبر فقط نموذج يعني حاليا. صحيح. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذة ميسة. الله يسلمك، مشكورة دكتورة. أستاذة ميسة البستاني، مدير إدارة اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا وبخصوص مركز سالم الذكي لدشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس المجلس التنفيذي يوم الخميس الماضي. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم فقرة ثانية، خلكم ويانا. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514144 وعلى رسائل النصية 4006. حياكم الله. نتكلم الحين في فقرتنا عن فعاليات وأنشطة مركز الابتكار الصحي. يشهد مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة بدبي عددا من الأنشطة والفعاليات والجلسات الحوارية ضمن مشاركة الهيئة فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020، واللي تشهد حضور متميز من مختلف الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية بالهيئة. وللتعرف على أنشطة وفعاليات المركز يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة مي الدوسري، مديرة مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة مي. صباح النور دكتورة، يا هلا، حياك الله ويانا في مركز برنامج صحة وسعادة. هلا، مرحبا دكتورة، يا هلا. أستاذ مي، يوم أمس كان عندكم عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وطبعا هذا ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، فحابين ناخذ فكرة عن هذه الجلسات وأبرز المحاور اللي ركزت عليها. طبعا نحن اليوم البارحة كان عندنا ورشتين عمل. نعم. واحدة كانت متخصصة مع مؤسسة الضمان الصحي في مجال الذكاء الاصطناعي. نحن كل يوم عندنا قطاع معين في يعني مستوى الهيئة، كل يوم عندنا قطاع يشتغلون مع شركة مايكروسوفت وشريك معاهم في PwC. الورشة هي عبارة عن 3 ساعات يطلعون فيها بأفكار متعلقة للقطاع في مجال الذكاء الاصطناعي. ممتاز. فنحن هدفنا أن على نهاية أسبوع الابتكار تكون عندنا مجموعة use cases في الذكاء الاصطناعي، ونتبنى من هذه المجموعة فكرتين على أساس ننفذ فيها دراسات تجريبية على مستوى القطاع، نطلع بفكرتين. فالبارح احنا كان عندنا قطاع مؤسسة الضمان الصحي. نعم. واليوم كان عندنا إدارة التعليم الطبي والبحوث. ممتاز. وبعد كان عندنا متحدث من شركة هيلث جو، اللي هو المؤسس شركة هيلثي جو، كان يتكلم عن قصة نجاح من يعني قصة نجاحه من بداية فكرته إلى أن أصبح شركة ناشئة. ممتاز. فهذه من ناحية ورش العمل اللي كانت عندنا في المركز، ومع طبعا مع المعرض المرحب والتقنيات اللي موجودة والشركات اللي هي موجودة عندنا في المعرض في المركز، تعرض أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي، في الروبوتات، في طباعة ثلاثية الأبعاد، ومع الألعاب اللي هي فيها تفكير ابتكاري. ممتاز. والألعاب اللي يعني تختبر قوة التركيز عند الشخص، وطبعا اللي يطلع بفكرة من بعد ما يلعب هذه الألعاب على طول نوجهه إلى نظام أفكار ويدخل فكرة في النظام. ممتاز. يعني في خلال نفس الوقت كذلك الفكرة اللي طرحتيها كذلك أن فيش صاحب فكرة، والفكرة يعني من بدايتها إلى مستوى شركة كبيرة أو يعني إنجاز كبير، يعني جميل. هذا الشيء يشجع كذلك الجميع على أن يبتكر أكثر، ويشجع أكثر أن ينمي أي فكرة عنده لها طموح مستقبلي. بالضبط دكتورة، لأن هي الفكرة ممكن تبتدي يعني بجملة. صحيح. ويتم الشخص يبني عليها إلى أن يبتدي يبني نموذج الفكرة هذه، وبعدين ينتجها، ممكن بعدين يسوي البروتوتايب مالها ويسوي البايلوت ستدي، وبعدين البروف اوف كونسبت. بعدين بعد البروف اوف كونسبت هو في هالمرحلة يكون عرف النتائج، أثر هذه الفكرة، هل هي أثرها مثلا إحنا كمركز الابتكار الصحي. نعم. نشوف كيف أثرها على الطبيب، كيف أثرها على المريض، هل هي تقلل وقت الإقامة المريض، نسبة الألم اللي ممكن يحس المريض بعد العملية هل بتكون أقل. فنحن عندنا هذه التقنيات اللي موجودة مثل روبوت القسطرة للسكتات الدماغية مثلا، شو أثرها على المريض؟ فأثرها أنه مثلا أنه ما في تدخل جراحي،
على المريض، مدة إقامته تكون أقل من المدة اللي كان قبل المريض يكون فيها في المستشفى. نفس الحالة مع روبوت العمود الفقري، شو أثره على المريض. فنحن أي تقنية لازم ندرس أول شيء كفاءتها هذه قبل، وبعدها بعد الدراسة التجريبية نكون إحنا أثبتنا هذه الكفاءة. ممتاز. حابين نتعرف أكثر كذلك على أنشطة وفعاليات المركز اليوم غد الأربعاء، بتتضمن الأشياء اللي بتكون مضمونة خلال هذه الفعاليات. إحنا بكرة إن شاء الله يوم الأربعاء عندنا طبعا زيارة لرواد الفضاء، رائد الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، راح يتكلمون عن برنامج رواد الفضاء، برنامج الإمارات لرواد الفضاء. وبعدها مباشرة بعد عندنا ورشة عمل في مع بين مايكروسوفت وانتياد في مجال الذكاء الاصطناعي، هذه لكم موظفين الهيئة، بالإضافة إلى الورشة التخصصية. فبيكون عندنا إن شاء الله باكر مؤسسة دبي للرعاية الصحية. نعم. في نفس الوقت الباكر عندنا ثلاث ورش عمل في نفس اليوم. ممتاز. أستاذة مي، طبعاً لدى هيئة الصحة بدبي منصة خاصة بمنطقة البوليفارد بأبراج الإمارات، شو هو الجديد اللي تستعرضه الهيئة في هذه المنصة؟ إحنا هناك دكتورة في المنصة في أبراج الإمارات عارضين خدمتين اللي هم روبوت القسطرة الخاص بالسكتات الدماغية. الدمو مال الروبوت هذا موجود هناك في الأبراج، فيقدرون يشوفون المريض كيف يسحبون الجلطة من الدماغ عن طريق الروبوت هذا. وعندنا بعد بعض العروض اللي خاصة باستراتيجية الابتكار اللي هي برنامج رعاية صحية مبتكرة عارضينها هناك مع روبوت العمود الفقري. بعد ممكن الأشخاص يروحون يتعرفون على هذه التقنية وكيف يستخدمها الطبيب. مفتوح للجمهور أو مفتوح لموظفين هيئة الصحة في دبي، يعني يقدرون يروحون ويشوفون العرض يعني بخصوص الروبوتات اللي موجودة؟ هي نعم، احنا في المركز وفي بوليفارد أبراج الإمارات المكان مفتوح لجميع موظفين الهيئة، طلبة المدارس والجامعات، اي حد من افراد المجتمع. نحن بالعكس يعني الدعوه لهم مفتوحه في المركز وفي بوليفارد ابراج الامارات. ممتاز، خاصه ان الاشياء اللي تنعرض وخاصه في شهر الابتكار يعني تكون اشياء مميزه ويمكن ما تتكرر الواحد يشوفها دائما. طبعا اكيد دكتوره، ونحن بعد احنا يجون عندنا طلبه من الجامعات نشتغل معاهم حتى على مشاريعهم اللي خاصة بالتخرج، يعني مثلا في طباعة ثلاثية الأبعاد. فنحن هذه فرصة إن نحن نلتقي مع الطلبة اللي يزورونا في المركز ونتكلم معاهم احنا كيف نقدر ندعمهم. ممتاز. ونحن بعد مخصصين بعض البرامج والزيارات اللي نحن نسويها مع الجامعات على أساس إن نحن نفعل تواصلنا معاهم. ممتاز، وهذا يعطي دور كبير كذلك تبادل الخبرات ويعني التشجيع أن الشخص كذلك يبتكر خاصة في الأشياء المتعلقة بالأشياء الطبية. بالضبط، ونحن حتى يعني نهدف أن نحن نجمع طلبة الطب والطلب اللي متخصصين في مجالات ثانية مثل البايو انجينير، الاي تي، هذه لهم يعني يكون مثلا احنا نهدف ان خلال اسبوع الابتكار هذا اذا جمعنا هالشرائح من الطلبة من مختلف المجالات ان احنا نخلق من بينهم بيئة. صحيح، هني المفكر، هني المطور. صحيح. هني اللي يفكر من ناحية البزنس. فهذه فرصة جيدة ان احنا نقابل الناس فيس تو فيس ونتكلم معهم. صحيح، وهذا يعني تعرفين يعني مثل تبادل خبرات، يعني الطبيب بيوضح شون الشيء الطبي اللي يطمح له، التقني بيضيف التقنية لهذه الفكرة. يعني هذا مجهود تشكرون عليه صراحة ونحييكم على هذا الشيء، يعني دمج تخصصات كثيرة أساس ابتكار شيء معين. بالضبط، احنا هذا اللي نطمح له، وبالعكس احنا الحين ياسين نجمع الأفكار
وبندرسها على طول مباشرة بعد الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله، وهذا يشجع أي شخص يعني كذلك يدلي بأفكاره ويدلي، يعني تعرفين يعني يوم يلاحظ الشخص أن الفكرة تحول لإنجاز أو فكرة يمكن بسيطة تحولت لمشروع كبير ويستفيد منه ناس كثيرة، يعني هذا يشجعهم أكثر وأكثر على أن يعني أنهم ينمون فكرتهم لحد ما تكبر أكثر وأكثر. بالضبط دكتورة. أستاذة مي، كيف لاحظتوا الإقبال على الفعاليات والأنشطة اللي نظمتها الهيئة خلال شهر الابتكار؟ الحمد لله هو في إقبال كبير من موظفين الهيئة أنهم يزورون هنا في المركز، وطبعا في الأبراج هناك في طلبة الكليات والجامعات كثير منهم يزورون المنصات ويطلعون ويشوفون المجسمات اللي موجودة هناك في المتعلقة بروبوت القسطرة للسكتات الدماغية. يكون في عندهم الفضول انهم يعرفون شو هذا، فالحمد لله الإقبال موجود والتفاعل موجود، يعني حتى من خارج في يعني اتصالات خارجية من جهات خارجية حابين انهم يزورون المركز عندنا، فالحمد لله يعني الإقبال جيد وحتى الأفكار اللي تدخل في النظام جيدة. ممتاز. في أي إعلان بخصوص الفعاليات اللي بتنعمل يعني يوم بعد يوم أو خلال فترة شهر الابتكار، إذا الموظف حابب يشارك أو حابب يحضر هذه الفعاليات؟ نحن بشكل يومي عن طريق حسابات الهيئة في السوشيال ميديا ننزل الأجندة. ممتاز. فعلى كل يوم كل يوم يقدرون هم يشوفون منو المتحدثين اللي بيكونون في هذا اليوم وشو الأنشطة المصاحبة، فنحن كل يوم نعرفهم على خدمة من الخدمات اللي موجودة عندنا في المركز. ممتاز. يعني إن شاء الله يتابعون كل يعني السوشيال ميديا. إن شاء الله ندعوهم لهذا الشيء، لأن الأفكار اللي تعرضونها يعني أفكار جميلة وكذلك ابتكارية خاصة في هذه الفترة، والواحد يستقل هذا الشيء خاصة إذا كان متوفر له وفي بيئة عمله كذلك. بالضبط. صحيح. يعني الواحد يعني يستفيد وحتى ممكن أن تطلع له فكرة في نفس اللحظة يعني. صحيح. ونحن نساعدهم بعد شوية يعني نحن نقول لهم نسهل لهم الأمر ونقول لهم أنتوا يعني مثلا عندنا لعبة جنجا يختارون 4 بوكسات و4 بوكسات لازم يركبونها في فكرة، فنحن نحاول نبسطها عليهم يكون ترفيه وفي نفس الوقت ابتكار، ما بأن يعني يحضرون بشكل جامد يعني تحسين فيها ترفيه كذلك. هي هو هذا الترفيه في الألعاب اللي موجودة عندنا يعني. ممتاز. وتساعدهم إنهم يفكرون يعني مثلا الحين عندنا شخص يقول أوكي أنا اخترت 4 بوكسات وطلع من الشيء من الأشياء مثلا الذكاء الاصطناعي، هو ما يعرف شو الذكاء الاصطناعي، إحنا هني نشرح له نقول له شو الذكاء الاصطناعي، وعندنا نموذج يعني عندنا خدمتين عارضينهم في الذكاء الاصطناعي فيروح يشوف. ممتاز. كيف الذكاء الاصطناعي هذا يشتغل؟ يعني شرح نظري وكذلك يشوفه على أرض الواقع يعني بطريقة عملية، فهالشيء يعني مجهود تشكرون عليه صراحة ونحييكم عليه، يعني شيء جدا جميل. وكذلك الأشخاص كذلك اللي تستضيفونهم يعني الشخصيات اللي تستضيفونهم لهم دور كبير صراحة، وانتقائكم للشخصيات معينة أنها تبرز في هذا الشهر بالتحديد. الحمد لله نحن عادة حديث الصحة يكون جلسة واحدة كل شهر، وبالعكس احنا يعني بالنسبة لنا هذا يعني شيء كبير ان نجيب 5 في اسبوع واحد، احنا صحيح. عادة نسويها مرة في الشهر، فيعني هذه يعني 5 جلسات بس عن حديث الصحة من غير الورش الثانية، هذه يعني شيء فعلا مؤثر. ليش؟ لان هذيل الناس كانوا في ارض الواقع لأنه هم يتكلمون عن قصصهم. صحيح. كيف وصلوا وكيف يعني كيف تعدوا العقبات علشان يوصلون، كيف صبروا. في مثلا شخص قال أنا 48 سنة في هذا المجال، فنحن إذا شخص في خلال شهر فقد الأمل في فرته نقول له مثلا شوف المتحدث الفلاني اللي كان في حديث الصحة قال أنا 48 سنة على لين ما وصلت وسويت وكذا. صحيح، وهاي يعطيه دافع أكثر أن يستمر في عمله كذلك وفي فكرته وينميها أكثر وأكثر. بالضبط. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ ميد وسري دكتورة ما قصرتي مديرة مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة بدبي.
شكرا لك. شكرا استاذ مين، نتمنى لكم كل توفيق في شهر الابتكار ان شاء الله. اجمعين يا رب. شكرا لك. طبعا هذه الفعاليات كلها في شهر الامارات للابتكار 2020، ومتواجده في مركز الابتكار الصحي بهيئه الصحه بدبي، بجانب خلف المكتبه الطبيه في مستشفى راشد، وكذلك في منطقه البوليفارد بابراج الامارات. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. مستمعينا وصلنا لنهايه برنامجنا لليوم، نلقاكم ان شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعه 10 الصبح. اشكر فريق العمل وياي اليوم في الاعداد حسني البلاونه، في التنسيق في الإخراج أيمن سرحيل، يعطيكم العافية جميعا. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.